البنات قالوا لي بديت تغبر يعاود، ولا ما بديت نغبر غير عييت. صافي رجعنا للدار انا وعمر، عييت فريمون بحال اليوم صبحت عيانه. المهم ضربات فيه الشمس وبحال عييت، غادي نتكى شويه ونوض. الا فقت مزيان ندير لكم ستوريات، ما فقت حتى الغدا ان شاء الله. البنات كاملين قالوا لي نفس الحاجه، وكاع قالوا لي كلمات زبنين. كلشي قلتوا لي غلاضيتي ما تزيديش، باش غلاضيتي راني كنت ديجا بارطاجيت معكم الحصه، ودابا مانيش نبارطاجيها معكم حيت كاع الستوك كمل. كنتسنى السيده توجد لكم ستوك جديد وتانونسي لي بلي وجد باش نحطها لكم عاوتاني. والنتيجه كانت رائعه عند البنات، عقلت وراها البارح ولا امتى حطيتكم كيجاتكم الحصه، البنات كاع جاوبوا داكشي بوزيتيف. انا من تكون الحصه واجده ستوك واجده نحط لكم لي سكرين ديال البنات والنتيجه ديالهم كيفاش عجبتهم، وغادي نحط لكم ونحط لكم ليا البنات. ومازال يمكن ان شاء الله فيها البروموسيون ديال زوج ب 400 درهم، يعني وحده تكون ب 200 درهم الا ديتو باك ديال زوج. انا كنتسنى السيده ان شاء الله توجد لكم ستوك وباش نحط لكم ان شاء الله. راه واعره فريمون غلاضيت، كلشي لاحظها فيا وكلشي قال لي حبسي ما تزيديش. المهم البنات انا معاكم، ونولي نبارطاجي معكم البروغرام ديال اللي درت باش غلاضيت مع الحصه لبنات اللي جدادات. ما شاء الله كاملين كومونتيرات زوينين، كاملين بنات قالوا جيتي فينا، كاملين بنات قالوا لي كلمات زوينين هضره زوينه. الله يخليكم ليا الحبيبات تاعولي. اختي حبيت نسقسيك، قولي لنا كيفاش تتعاملي مع واحد راسو خشين، هذو قال الجزائري زعما راسو قاصح، واش هي التصرفات اللي تدل بانه يحبك من غير يحوس؟ المهم الراجل كان يكون راسو ماشي غير قاصح، حجره كيبغي المراه كيولي معها بحال المشيشات باش تكونوا عارفينها. ما كانش شي راجل كيطيح في شي وحده وكيبغي شي وحده وكيبقى معها خشين، كيولي داير كي الحريره. فما دام هكاك مقصح الراس ودير فاعل، ما تمشيش انت تكوني مدلوله وما تمشيش انت ديري الخطوه الاولى، حيت الا كنتي مدلوله غيزيد يحس بك شبه غيزيد يتفرعن لك كنفرعن. فاش غنقول لك الا كان كيبغيك راه غيبين لك وغتحسيها به، واخا يكون ما عارف شنو يطير حتى يطير يهبطك واه الا كان كيبغيك. فهادشي اللي كاين عن شنو غادي ديري اختي؟ ما ديري والو، جلسي في صباغتكم ما تندليش وما تبداش، حيت الا بديتي انت ما عمر غيهبط وما عمر غيبغيك وما عمر غا يهبط كواري على ودك، ولا غادي يحن من جهتك، غادي يبقى معفر وزيد الفوق. اختي راجلي خاصو غير فين يجبد عائلتي وينوضو الصداع ويحرم عليا الدوش، حيت خاصو يقابل لي البيبي ما كنلقاش كي ندير. ما كنعرفش كيفاش كتصبروا تعيشوا مع رجاله بحال هادو، حشومة وعيب وعار على الراجل ما يقابلش البيبي ديالو اللي هو ولده بحال بلد كانتي جبتيه مع الحيط، ما جبتيش معاه هو، هو ما عندوش مسؤوليه عليه. البيبي مقابلك انت وانت انا داير لك البيبي ديالي مقابلك. بصك بنتي اللي كتاب ما عرفتش زعما فين هو حنيه قلب الاب اللي ما راهي يجلس مع ولدو ها عشاق ديك العشرين دقيقة ولا نص ساعة ولا ساعة ديال الدوش. راه ولدو بن عمي ولدو، واش الراجل اللي ما عندوش الرحمة تا مع ولدو كبدتو غيكون عندك الرحمة انتي؟ اختي باز كيفاش صابرين هاد النوع، والله العظيم الا باز. بصح انا متأكدة هاد النوعية اللي كتصبر مساكن البنات ما عندهمش، ما عندهمش باش ينوضو يجمعو راسهم ولا ينوضو يطبو على راسهم. داكشي علاش مزيان ديري علاش ترجعي. درتها عند دكتور عيساوي في وجداره معروف كلينيك العرفان. المهم زوينه صراحه ارتحيت، مابقيت كناكل ماني حامل ما والو. كتبقى لك 3 سنين باش ما تولديش، الا بغيتي تحيديها قبل تحيديها وتولدي عادي جدا. المهم البنات عليها ارتحيت انا ورقت راحتي، البنات قالوا لي سوا ديري ستغلي سوا ديري ديك لام بلان اللي كتكون هنا في اليد، ديك الشريحه اللي كتكون هنا في اليد، في 5 دقائق دارها ليا ما حسيت لا بوجع لا والو. الشنطه دار ليا الكول واحد لي برطق دخلها لي، الله الحمد لله على سلامتك. صافي هادشي اللي كاين، ما درت لا ستغلي لا حتى شي حاجه، درت هادي. بزاف البنات نصحوني بها، وسورتو هو كيجيبها من فرنسا اللي غيسولني على الثمن. انا درتها عنده ب 2500 درهم، كاين اللي كيديرها رخيصه، انا اختاريته واحد نص وصوني به البنات، درتها عنده ب 2500 درهم البنات، حيت قال لي كيجيبها من فرنسا كيجيبها غاليه، هادشي اللي قال لي هو. المهم انا لقيت راحتي عليها والحمد لله، وغنضرب لك 3 سنين، بغيتي تحيديها قبل ولادها تحيديها، وهادشي اللي كاين. باش ما تبقاوش تسولوني واش راكي حامله واش راكي حامله، انا ما بغيتش نحمل حاليا، درت لامبلون باش ما نحملش، حتى بغيت نحمل ان شاء الله ونحيدها. اخت سربت الحصه وجربت العصر اللي عطيتهم، قالت لك زدت 8 كيلو ولكن شويه في وجهي. ما فهمتش شويه في وجهي، راه كل واحد فين كتبان فيه. المهم زادتك 8 كيلو بالصحه والراحه. وجهك اختي ما نقدرش نقول، كاينه عندي واحد اختي كتغلط وما كتغلطش من الوجه، بصح الا بغيتو راه نقدر نبارطاجي معكم دعاء كوزميتيك، راه عندها واحد الكريم كيغلظ الوجه فريمون، البنات لقاو على النتيجه. المهم تقدروا تقلبوا عليه عندها وتاخذوه من عندها، المهم تنحطوا لكم انا من بعد. اختي رجاء ما كرهش بهذا الشيء تاع الانستغرام، وبغيتك تنصحيني كيفاش
اختي العزيزة خاص يكون عندك محتوى، وماشي اي محتوى كيطلع في انستغرام. مع الاسف مع الاسف المحتويات اللي راه طالعه في انستغرام، يعني دابا الجديد كيطلع محتويات تفاهه، محتويات المعاطي، محتويات السبان، الله يستر. بيان سور انا ما ننصحكش ديري هادشي باش تلعب. انا اختاريت ديك الوقيته محتوى اللي كان عندي فيه، اللي كان راسي عامر فيه، اللي هو هادشي ديال العلاقات. كنت كنعرف نهضر في هادشي، عندي ما يتقال. اختاريت داك المحتوى ديال العلاقات وطلعت حيت اخترت هاد المحتوى مثير للجدل. كنهضر بواحد الطريقه عفويه، كنهضر على المواضيع اللي محتاجينها البنات. فحاولي تختاري انت الكونتوني اللي انت باغاه، وحاولي تبقاي تبوستي بزاف، ديري دغيه حيت الغير كيطلعوا. حاولي ديري شي حاجه ديفيرونت ملي دايرينهاش الناس، حيت الطبخ يبان لي قلتي دير الطبخ اش غنقول لك. وخاصك تعرفي كي الا طلعتي في انستغرام راه فيها الزين وفيها الشينو، غيبقى يجيك سبان، غيبقى يجيك بزاف د الحوايج، شي تعجبيه شي ما تعجبيهش، والله يسهل الامور. اختي رجاء فاش تفارقنا عرفت بلي كان مصاحب دو زون ورا ظهري، وبغيت ننتقم منه شي طريقه. ما خاص ننتقم منه، ننتقم من راسك، حيت فريمون دو زون هو كيخون فيك وانت حماره ما عايقاش بيه. واش لهالدرجه حب الحب عمالك العينين؟ ما عندك ما تنتقم منه. سيد ضرب ضرب جو ومشى. واش غادي دير؟ اش غادي ديري له؟ تقتليه؟ شي تدعيه؟ تقتلي له؟ ما عندك ما غادي ديري له اختي، ما عندك فريمون ما غادي ديري له اختي. فهمت البنات ما فهمتش زعما دو زون ما كتلاحظيش راه كيكون باين الواحد فاش كيكون يخون، كيكون ما يجاوبكش، كيكون جوك قليل، كيكون كيهضر مع وحده اخرى، يكون عنده ما عرفتش تبان ما عرفتش كيف اختي كيفاش دوزون وما عقتيش زعما ما عرفتش. هضيجه ها هي بلاصتها هنا فين دار لي ليبر داك النهار دخلات ليا. كتكون واحد الشريحه البنات طويله ورقيقه كتفيكسالك في الدراع كيف وريتكم، كتفيكسالك في الدراع. المهم في هاد الجهه هادي نديرها في اليد اليسرى صافي، كتفيكسالك تما وما كتمنع الحمل صافي بلا ما تاكلي لا دواء لا والو. كاين هاديك وكاين استغيله. استغيله انا ما عرفتش قاتليش ندير استغيله، قالوا لي البنات خاصك تكوني والده. انا جايه واخا الطبيب قال لي واخا كبيضه. المهم الطبيب قال لي تقدري ديري استغيلي، الناس قالوا لي لا خصك تولدي. الطبيب قال لي تقدري ديري وتقدري ديري لامبلون. قلت ليه انا بغيت لامبلون. قال لي لامبلون اللي كيدار بزاف فرنسا، حيت هو كان طبيب فرنسا فدرته انا. هادشي اللي كاين. كتطيح الفاس في الراس وكتقول لك عتقيني عافاك راني كنحماق. ما عرفتش علاش من كنتي في ديك الحاله ديال كيدير لك شرافك ما شتيش تفرجي فيا، ما بانت لكش ديري النصائح ديالي. كيقول لك ما ديريش عليها هادي، كتشتت لك الشمر وتقول واه كتخربق هاديك. من كنتي مطلعه رجليك كان عاجبك الحال، كنتي عايشه وعاجبك الشعور، تبدا يخونك عاد غتحماقي. وباص يا اختي دابا هاد اللي كتقول لك عتقيني اش غادي ندير لك؟ مشيتي بكامل الاراده ديالك، هزيتيهم بكامل الاراده ديالك، هزيتي رجيلاتك بكامل الاراده ديالك، عطيتيه شرفك بكامل الاراده ديالك، نتي بغيتي وما جيتيش تبعي نصايح ديالي ديك الساعات، ولا كنتي متبعه مديره عين ميكا كتقولي انا اللي عندي كاع ما عندهمش انا الراجل كيبغيني. البنات تعلموا من هادي. ما هادي اش غنقول لك اختي دابا الله عطى الله عطى، اش غنقول لك انا؟ الله يهديك الله يهديك، ما تعاوديش نفس الغلط. واحد الحاجه اخرى، الا كنتي قاصر راه غيمشي لك 5 سنين الحبس، الا كنتي اختي ماجوري فاكسيني غتجلسي وغتكمشي للارض. انا ما نديرو لك، نجي ان شاء الله باذن الله الا كتاب في شهر 8 ولا هكاك ان شاء الله نجي لوجده الا كتاب باذن الله. صراحه كيف شفتوا البنات كاملين كيقولوا زوينه. المهم انا يا بعدا على تجربتي وعلى ضمانتي، حيت بزاف كتسولوني رجاء قولي لنا التجربه ديال البنات هذا. يلاه دابا حطيت كيف كنتو، انا غادي نبارطاجي معكم كل ما حطوا لي لي ريبونس باش غنبارطاجيهم معكم. المهم البنات اللي غيسولوا المهم اللي عاد جداد عندي ولا هاد التريتمون ديال افيرو ما ديروش على هاد الضفار بالدطار اللي خاصني نبدل الضفار. المهم هاد التريتمون اكليرسيسون فيه سيروم اونتي تاش، فيه كريم دو نوي هانتوما بلا فلتر. غندبا نحيد لكم الفلتر في ستوري جاي، كيصفيو الوجه بواحد الدرجه كبيره، كيحيدوا لي طاش. هما شوفوا افيلا عندهم شويه داكشي غالي ولكن تري 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 ايفيكاس. هاد لا غام اكليرسيسون زوينه بزاف، كتحيد لي طاش، كتحيد الكلاف، كتحيد المهم كتوحد لون البشره. فريمون غنحط نزيد نحط لكم لي ريبونس البنات، لقاو نتيجه عليهم وبرودوي ديالهم غزالين غزالين غزالين.